بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. احنا اليوم بنبدأ في محاضرتنا الثالثة في مساق الداينامكس 61211. زي ما بلشنا في احنا حاليا في تشابتر 12 اللي هو كينيماتيك اوف ا بارتكل. شرحنا في المرة السابقة ريكت لينير موشن. اليوم بدنا نحل مسائل على ريكت لينير موشن. بدنا نبدأ في مسألة 12-17. تو بارتكلز A and B start from rest at the origin s equals 0 and move along a straight line such that a of a 60 minus 3 meter per second square, a of b 12 t square minus 8 meter per second square, where t is in seconds. Determine the distance between them when t equal 4 seconds and the total distance each has traveled in t equal 4 seconds. إذن إحنا we have two particles a and b, they start from rest. ضروري انه انت لما تقرا المساله when you read the problem you need to understand everything stated in the problem. بدك تقرا كل كلمه في في المساله لانه كل كلمه لها معنى. فبنقول انه we have two particles they start from rest. شو معنى start from rest؟ يعني v not equal zero. اذا v of a at time equal zero equal zero, v of b at time equal zero is zero at the origin. Then both of them they start at the origin. So S of A at time equals 0 equals 0. S of B equals 0. And move along a straight line. Madam, they move along a straight line. Then what type of motion are we talking about? Rectilinear motion. إذن هون إحنا بنحكي rectilinear motion. إذا بدك ترسم رسمة بسيطة، هذا عندنا خلينا نقول ال origin هون. And they move along a straight line like this. Both of them they move along a straight line. We have A of A and we have A of B. إذن في عندنا two particles. واحد منهن إلو acceleration A of A والثاني acceleration A of B. أوكي. فخلينا نطلع على two particles. هذا particle A وعندنا particle B. المعلومة اللي عندنا إن A of A equal 6t minus 3. بالنسبة لA of B equal 12t square minus 8. إذا شو المعطى معنا؟ معنا معطى الاكسلريشن. احنا شو اللي تعلمناه؟ انه الاكسلريشن هو دي في باي دي تي. فاذا فور بوث اوف ذيم اذا هذا كان الاكسلريشن شو بدي اعمل؟ بعمل التكامل. فاذا في اوف اي هي عباره عن انتجرال اوف اي اي 6 تي ماينس 3 dt. نعمل تكامل from 0 to t for any time t. تكامل dv طبعا v starts from 0 to va. اذا هون مجرد va مباشرة. اذا هذا شو بدها تعطيني؟ 6t 3t square minus 3t 6t square على 2 بتصير 3t square minus 3t. هون v of b بنفس الطريقة 12t cube over 3. إذا شو بتصير في عندنا؟ 4t cube minus 8t. إذا هذا بالنسبة للفلوسيتي. اذا بنطلع على الاس بنكامل كمان مره، لكن برضه نفس الشيء التكامل اوف اس ات ستارتس فروم 0 تو اس. فالانيشال بوزيشن كان 0. اذا هون اس اي كامل كمان مره 3 تي سكوير 3 تي كيوب اوفر 3. شو بعطيني؟ تي كيوب ماينس 3 تي سكوير اوفر 2
1.5 e squared. On SB equal 4 t to the 4 over 4, then t over 4 minus 8 t squared over 2 minus 4 t squared. إذن إذا بدنا نطلع SA at time equal 4, تعوض هون 4 4 to the 4 تكيف 4 to the 4 كيوب 64 minus 1.5 في 4 تربيع 1.5 في 4 تربيع شو بصير عندنا؟ 16 في 1.5 24 من 64 شو بضل عندنا؟ 40. فإذا SA at time إذا at t equal 4 SA تعوض في المعادلة شو بصير عندك؟ 64 minus 1.5 times 16 40 meter SB equal T to the 4 4 to the 4 قديش 4 to the 4 256 مش هيك 4 ضرب 4 16 ضرب 4 64 ضرب 4 256 ناقص 4 في 16 ناقص 64 من 256 شو بتعطيني؟ 192 متر. إذا at time t equal 4 راح تكون عندنا SB 192 SA 40. إذا what is the distance between them؟ دلتا S 192 ناقص 40 شو بعطيني؟ 152 مزبوط. SB minus SA equal 152. أول إشي راح يكون الخط هيك بغلبكم بس أخر شوي متعود عليه and it will be fine. كيف في عندنا مشكلة هون؟ بهمنا هلا التوتال ديستانس ترافل باي ايتش وان. هل بنقدر نقول ان التوتال ديستانس ترافل باي اي ايكوال 40 مترز؟ نقدرش لانه احنا بنعرف شو اتجاه السرعة، لانه هذه السرعة هيها هذه السرعة 3 تي سكوير ماينس 3 تي في امكانية تكون بوزيتيف في امكانية تكون نيجاتيف. اذا كانت السرعة if the velocity is negative that means the body is traveling backward. وهون نفس العملية، فإذا احنا بدنا نشوف وين السرعة بتكون نيجاتيف وين السرعة بتكون بوزيتيف. فعندنا بالنسبة لـ A السرعة 3T سكوير ماينس 3T. اوكي بالنسبة لـ A VA equal 3T سكوير ماينس 3T اللي طلعناها في الصفحة السابقة. عفوا اوكي ماينس 3 اوكي هذه equal 3 t times t minus 1. إذن شو جذور المعادلة؟ إمتى بتكون هذه تكون صفر؟ at t equal 0 and at t equal 1. إحنا بهمنا الزمن من وين لوين؟ from 0 to 4. هون عندنا صفر هون 1 هون 4 between 0 and 1 شو بتكون شو بتكون الفلوسيتي between 0 and 1 لتكون سرعة سالبي. between 1 and 4 we
we are talking about positive velocity. Then from 0 to 1, the velocity was negative. So the body is moving backwards. Then should we نطلع S of A at time equal 1. At T equal 1, S A should تكون. طبعا احنا شو حطينا S A. S A فرجينا انه هي بتكون T cube minus 1.5 T square. فإذا T cube 1 كيوب minus 1.5 في 1، إذا شو بتطلع عندنا SA minus 0.5. إذا إحنا بنحكي at S at 0 S equal 0، at T equal 1 S equal minus 0.5، at T equal 4 S equal 40. قديش المسافة الكلية اللي سافرها الجسم؟ S total. قديش المسافة الكلية اللي بتكون سفرها؟ اوكي 41 متر. كان هون موجود المسافة صفر، مش هيك؟ ديسبليسمنت صفر، رجع لورا نص متر ورد رجع، بده يرجع للصفر، وبعدين وين بده يوصل؟ عند نقطة ال 40. إذا S توتال شو بدها تكون؟ 41 متر. ماشي؟ في مشكلة هون؟ نيجي على B. VB طلعت معنا 4T كيوب minus 8T. four times t square minus 2. امتى بتكون الفلوسيتي زيرو؟ at t equal 0 وعند جذر 2. فإذن احنا هون هذه 0 square root of 2 4. between 0 and square root of 2 شو بتكون الفلوسيتي؟ حط t equal 1 سالبي. إذن هون نيجاتيف، هون بوزيتيف. اوكي، إذن شو بدنا نطلع؟ s at square root of 2 at t equal square root of 2 SP equal. نرجع على معادلة SP. شو كانت معادلة SP اللي كتبناها سابقا؟ T to the 4 minus 4 تي سكوير. حط هون جذر 2، بصير عندنا 2 ضرب 2 4، ماينس 4 في 2 ماينس 4. إذا اس بي ات تي ايكوال سكوير روت اوف 2 ماينس 4 مترز. إذا اس توتال فور بي، قديش بدها تطلع اس توتال لبي؟ نعم؟ اوكي، عندنا at t equal 4 كانت s 192، at t equal square root of 2 minus 4. اذا الجسم بيبدا من صفر، بيرجع لورا 4، بيرد بيرجع لحد الصفر، بعدين وين بيمشي؟ لحد 192. اذا المسافه الكليه شو بدها تكون؟ 200. 102 4 راجع و4 كمان مره 8، و192 200 متر. في مشكلة هون؟ في مشكلة؟ هذا مثال بسيط. We have two particles moving in a straight line, rectilinear motion. Given the acceleration,
شو طلعنا الفلوسيتي ان طلعنا الديسبيسمنت. مهم جدا لاحظتوا كان الاساس انه احنا نطلع على كوردينيت سيستم، نقرا نقرا السؤال، نرتب المعلومات الموجوده، نفهم شو معنى كل معلومه، نرسم رسمه بسيطه مع كوردينيت سيستم بسيط، لانه هون عندنا ريكتلينير موشن وبالتالي ستريت لاين الموشن تبعتنا، ونطلع على تو بارتكلز كيف بيمشوا، وبعدين نستخدم المعلومات الاساسيه اللي استخدمناها انه احنا بنعرف الاكسلريشن هو عباره عن دي في باي دي تي. So if you are given the acceleration, you integrate it first time, you get the velocity, you integrate it and a second time, you get the displacement. طبعا في الانتجريشن لازم ناخذ في عين الاعتبار الانيشال كونديشنز. طبعا هون كان عندنا initial conditions velocity at time equal 0 equal 0 velocity at t equal 0 equal 0 because the two particles started from rest, بعدين both of them they started from the origin, so s at time equal 0 كانت تساوي 0. ناخذ كمان مسألة كان بإمكان نعمل ليست ونختار اللي بدنا إياها. أوكي نأخذ هذه المسألة. A ball A is released from rest at a height of 12 meters. واحد هون واقف على ظهر بناية، البناية ارتفاعها 12 متر، فل الطابة، خلينا نرمز للطابة هذه اللي which is released from the top of the building to be a ball A. At the same time, a second ball, B, was thrown upward. ففي نفس الوقت في واحد هون شو عمل؟ رمى ضرب طابة إلى الأعلى. هذه الطابة خلينا نسميها B. والارتفاع الشخص لما رمى الطابة كان 1.5 meters. If the balls pass one another at a height of 6 meters, determine the speed at which the ball B was thrown upward. إذا كان هدول الطابتين بيلتقوا على ارتفاع 6 متر، يعني عندنا طابة A نازلة، طابة B طالعة، التقوا وين؟ على ارتفاع 6 متر. قديش بدها تكون الانيشال سبيد للطابة B؟ ليش قلنا سبيد ما سألش عن فيلوسيتي؟ لانه في الواقع اعطانا الاتجاه، قال الاتجاه الى الاعلى، فهو اعطانا اتجاه السرعه، فسال عن سبيد، قديش السرعه الابتدائيه از سبيد اللي ضربها الى الاعلى. اوكي كيف بدنا نحل هيك سؤال؟ قلنا اول شيء بدنا نختار كوردينيت لنا، كوردينيت تبعتنا ممكن نختار انه هذا هون تبي الزيرو، ونختار واي اكسس بهذا الاتجاه. شيء طبعا هلا الحركه اذا تركت لينير موشن اور نوت تركت لينير، واحد مسك الطابه ونزلها نزول وقعها تسقيط، فاذا هذه الطابه شو بده يصير فيها؟ بدها تسقط سقوط حر. واحد ضرب الطابه الى الاعلى باتجاه عمودي، شو بده يصير فيها؟ بدها تطلع الى الاعلى، فاذا معناته الطابتين شو بده تكون الحركه تبعتهن؟ واحده الى الاسفل، واحده بتطلع الى الاعلى توصل ارتفاع وبعدين بترد بترجع. اوكي شو المعروف عندنا؟ اول شيء بالنسبه لA راح تكون سرعتها واضح انه سرعتها الابتدائيه شو بدها تكون؟ زيرو، لانه هذا released from rest. اذا at t equal zero خلينا نطلع على A. at t equal zero. Okay. VA equal zero. شو في عندنا كمان؟ YA equal 12. فإذا at T equal zero،
كانت VA equal 0 YA equal 0 عفوا YA equal 12 متر. طيب شوفي معلومة ثانية عن A، بنعرف الأكسلريشن إلها، وين الأكسلريشن؟ إلى الأسفل G. للجسمين في عندنا الأكسلريشن G، إذن الأكسلريشن لA شو لازم يطلع؟ minus 9.81 متر بير سكند سكوير minus G. اوكي، فاذا كان هذا الاكسلريشن مش بنقدر نطلع الفيلوسيتي، وبعد ما نطلع الفيلوسيتي بنقدر نطلع الديسبيسمنت. الفيلوسيتي في اوف اي لما تعمل تكامل المره الاولى شو بتطلع عندنا؟ في اوف اي في نوت ماينس 9.81 تي. طبعا في نوت ايكوال 0، اذا شو بتصير معنا؟ في اي ماينس 9.81 اوكي. اذا if you switch the coordinate system and you use y to be downward، اذا شو بتصير acceleration؟ باتجاه y، اذا ساعتها بده يصير acceleration موجب. هلا بالنسبه ل b شو بده يصير؟ السرعه تبعتها بعكس الكوردينات اللي اخذناها، اذا بصير نيجاتيف، بينما احنا اخذناها هون الى الاعلى، فاذا كل شيء الى الاعلى شو بده يكون؟ موجب. اي شيء الى الاسفل شو بده يكون؟ سالب. فاذا va equal minus 9.81 تي، اذا في اي شو بدها تضلها تطلع سالب. ليه؟ لانه بيكون الجسم بضله ماشي بعكس الكوردينيت سيستم اللي اخذناه. هذه في اي، اذا بنطلع على واي اي نكملها كمان مره، تطلع لنا واي اي ايكوال واي اي نوت ماينس 9.81 اوفر 2 تي سكوير. لما بدك تكامل هذه في اي هي عباره عن دي واي اي باي دي تي، كاملها شو بتطلع عندك؟ تكامل 9.81 تي سكوير اوفر 2، بس بدنا نحط الانيشال كونديشن اللي هو اي. اذا واي اي ات اني تايم هي عباره عن 12 ماينس 9.81 اوفر 2 تي سكوير. طيب احنا بنعرف انه الجسمين بيلتقوا على ارتفاع 6 متر. إذا كان الجسمين بيلتقوا على ارتفاع 6 متر، إذا أنا بقدر أحط هون واي اي ايكوال 6 متر، شو بطلع؟ الزمن اللي عنده الجسمين بيلتقوا. فلو أحط هون 6 ايكوال 12 ماينس 9.81 اوفر تي 2 تي سكوير، إذا تي تطلع معي تي 1.1 سكند. إذا احنا بنعرف هلا انه الجسمين راح يلتقوا بعد 1.1 سكند. شو ضل علينا نشوف؟ احنا شو المطلوب؟ السؤال بيسأل قديش سرعة بي؟ نتطلع على بي، اشوف هذه زي اوكي. ممكن انا اكتب هون علشان يضل الحل كله زي بعضه حد بعضه. امسح هذه ونكتب لبي حتى انه نشوف الجهتين مع بعضهم البعض. بالنسبه لبي هلا 4 بي بالنسبه لبي التي ايكوال 0، بنعرف انه في بي مش معروفه، في بي نوت هذا التي ايكوال 0. طبعا التي ايكوال 0 واي بي ايكوال 1.5. نفس العمليه اي اوف بالنسبه لبي، اي اوف بي هي 9.81 متر بير سكند سكوير في النيجاتيف. اي اوف بي ماينس 9.81
1. إذن VB لا تطلع VB نوت minus 9.81 T. طبعا احنا في بي نوت بنعرفهاش، انا بعرف التي ايكوال زيرو بدهم يلتقوا، فاذا انا بقدر اطلع في بي التايم اللي بدهم يلتقوا فيه. لكن شو الشغله الثانيه اللي بنعرفها؟ انه ات 1.1 سكند شو بدها تصير؟ واي بي 6. اوكي طيب واي بي عباره عن ايش؟ انه بدنا نكامل هذه كمان مره، فاذا واي بي لما بدنا نكمل هذه كمان مره شو بتطلع عندنا؟ واي بي نوت بلس في بي نوت تي ماينس 9.81 تي سكوير اوفر 2. هلا حط واي بي ايكوال 6، واي بي نوت 1.5، في بي نوت مجهوله، تي 1.1 وتي هون 1.1، شو بتطلع معك؟ في بي نوت تطلع في بي نوت 9.55 متر بالسكند. في مشكله هون؟ كيف بنطلعها؟ في حدا عنده مشكله؟ نعم. بس ليش سالب الاكسلريشن؟ الاكسلريشن سالب. acceleration of gravity is always downward. الكوردينيت سيستم اللي استخدمناه اخذنا الكوردينيت سيستم انه upward to be موجب، فاخذنا البوزيتيف to be upward، مش هذا الكوردينيت اللي اخذته؟ فاذا اي شيء بده يكون في عكس الابورد شو بده يكون؟ نيجاتيف. فلما بحكي على velocity نيجاتيف اذا velocity downward، بحكي على acceleration نيجاتيف اذا acceleration downward. احنا بنعرف ان acceleration downward. هيو خلينا ماينس 9 بوينت فوق كل تحت ما دخلناش فيها، بس انه في نعم انا الي في الكوردينيت سيستم اللي عندي، فانا بطلع على الكوردينيت سيستم اللي عندي. طبعا دكتور انت هون كملت في كل مره، بس بامكانك من اولها انه بما انه كونستانت اكسلريشن جي نحط معادلات الحركه. اوكي في ناس حافظين معادله الحركه، بدك تحط معادله الحركه حط معادله الحركه، لكن بامكاننا نكمل ما في عندنا مشكله. اوكي بدك تحط معادله الحركه ما في عندي مشكله، أو هي نفس العملية، معادلة الحركة هي زي من التكامل. في أي سؤال تاني؟ في مشكلة هون؟ خلينا نشوف كمان مسألة اليوم، ضايل معنا 10 دقائق بنحل فيها كمان مسألة. واضح الخط ولا في مشكلة في الخط؟ لأنه إحنا بإمكاننا نحول على الكاميرا هون إذا شايفين الخط مش واضح، وأحل على الكاميرا. خلينا نجرب نحل مسألة على الكاميرا هون، أحل هون ونشوف إذا بيطلع أوضح، على أساس في ظل ذلك بنشوف كيف نعمل. أوكي؟ Let's try it. عندنا السؤال هذا، خلينا اوكي السؤال السؤال عندنا سؤال 1232 when two cars A and B are next to one another they are traveling in the same direction with speed VA and VB respectively. في عندنا سيارتين في البداية كانوا next to each other، هذه سيارة A، سيارة عندنا B، فكان عندنا قبل أوضح. أوكي نرجع على قبل.
Okay. When two cars A and B are next to one another, they are traveling in the same direction with VA and VB respectively. If B maintains a constant speed while A begins to decelerate at AA, determine the distance D between the two cars at the instant A stops. Okay. في عندنا سيارتين في البداية السيارتين كانوا بحد بعض A و B. خلينا نقول هذه A وهذه هون B. لا إحنا B maintains a constant speed. فإذا بالنسبة ل B خلينا نقول هذه السرعة تبعتها وظلت B constant. بين الأكسلريشن for B equal to zero. بينما بالنسبة ل A شو صارت A تعمل؟ صارت تعمل deceleration. فإذا الأكسلريشن بده يكون إلها نيجاتيف. فإذا إحنا خلينا نقول في إلها أكسلريشن في النيجاتيف ماينس AA. ما دامه نيجاتيف شو بدي أحط عليه؟ ماينس. هلا في اللحظة في البداية كانت A سرعتها VA فظلت A تمشي لحد ما وقفت. أوكي؟ بينما B شو ظلت تعمل؟ ظلت ماشي بنفس السرعة. بعدين شو بده يصير فيها؟ خلينا نقول A بدها توقف فراح تمشي مسافة SA و B بدها توقف هون فإذا المسافة اللي راح تمشيها B بدها تكون SB. المطلوب دي اللي هي الفرقية ما بين المسافتين. كيف نعمل؟ طبعا احنا في عندنا أكثر من طريقة حتى نحل المسألة. خلينا نقول بالنسبة لـ A. هلا A في البداية كان لها سرعة VA. لما بدها تعمل deceleration مقداره AA. قديش بدها حتى توقف؟ بقدر أطلع الزمن اللازم حتى توقف مش هيك؟ أنا بعرف AA. إذا AA equal constant. إذا VA at any time هي VA not minus AA عفوا AA وأنا بمسحها هذه أوكي AA T. هلا إمتى VA بتكون زيرو؟ حط زيرو equal VA not minus AA T. واضح حطيت هون ماينس ليه؟ لأنه في عندنا تسارع. إذا T equal VA not over AA. فإذا بعد after VA over AA شو بصير في سيارة في A؟ بتوقف. طيب قديش المسافة اللي راح تمشيها؟ بنرجع على S. أنا بعرف VA. إذا SA اعمل التكامل. طبعا SA not شو بدها تكون؟ زيرو. At time equal zero SA تساوي صفر. هون بيصير في عندنا VA not T minus half AA T square. إذا المسافة اللي راح تمشيها السيارة A لحد ما إنها توقف شو بدها تكون؟ بحط هون محل T VA over A ومحل التي سكوير هون في اي اوفر اي تربيع. شو بيطلع معنا؟ اس اي. اذا بتعوض فيها بتطلع معك اس اي في اي سكوير اوفر 2 اي اوكي او في اي نوت square over 2AA. بالإمكان نوصل إلى نفس النتيجة عن طريق العلاقة اللي حكيناها V final square equal V initial square minus 2A في دلتا S. نفس العلاقة بتعطيني نفس الجواب. ما بتختلفش في الجواب. شو ضل علينا؟ نطلع SB. قديش SB؟ أنا بعرف الزمن حتى السيارة فيه توقف. هلا بالنسبة لB السرعة تبعتها constant.
VB equal constant. إذا SB شو بدها تكون؟ VB في T. مش هيك؟ فإذا كانت VB equal constant إذا SB equal VB times T. هلا إحنا بنعرف T عبارة عن VA over AA. إذا هذه بدها تصير عندنا VB not times VA not over AA. طبعا هون VA or VA not. المهم VA or VB it's the V at time equal zero. إذا بنطلع المسافة دي هي عبارة عن SB minus SA. بتقدر تعوض في ال D equal SB minus SA. إذا بنعوض في القيم تبعتهن راح تطلع معنا إنه SB حط هذه VB times VA over AA minus VA square over 2AA بتطلع النتيجة equal 2BB VA minus VA square. طبعا هون أنا قصدي فيها VA not أو VB not over 2A. اوكي في مشكلة عندنا هون؟ في مشكلة؟ بتلاحظوا هذا السكشن بنحكي ريكتلينير موشن حركة خطية. كل العلاقات اللي بتلزم لها في هذا السكشن علاقات بسيطة. If you are given A تعمل تكامل وبتطلع الفلوسيتي، تعمل تكامل كمان مرة بتطلع الديسبليسمنت أو بتطلع البوزيشن. If you are given S تشتق تطلع معك الفلوسيتي، تشتق كمان مرة بتطلع عندنا الأكسلريشن. طبعا في عندنا بعض الحالات الخاصة إنه إذا كان الأكسلريشن كونستانت، إذا كان الأكسلريشن كونستانت A equal A constant إذا هون الفلوسيتي راح تطلع لينير لأنه الفلوسيتي ساعتها بدها تصير initial velocity plus a times t. الديسبليسمنت راح تصير معادله تربيعيه في مع الزمن، فبصير عندنا الديسبليسمنت s عباره عن s نوت plus v نوت times t plus half a t square. طبعا هذه فقط اذا كانت الاكسلريشن يساوي constant، فضروري انه انت تتبع الاكسلريشن is it constant ولا لا. اذا كان الاكسلريشن constant نعم بامكاننا نستخدم هذه العلاقات. إذا كان الأكسلريشن متغير إذا إحنا لازم نرجع للمعادلة الأصلية نشتق أو نكامل، فضروري جدا تنتبه لهذا الحكي. دائما لازم الحركة نربطها في coordinate system، في هذا coordinate system تبعنا نحط وين الموجب وين السالب. فأي إشي بالاتجاه البوزيتيف بده يكون بوزيتيف، أي إشي باتجاه النيجاتيف بده يكون نيجاتيف. فأنا الأمثلة الشائعة على هذا الحكي إنه لما يكون عندنا acceleration of gravity g acceleration of gravity is always downward so it is negative. فإذا أنا إذا برمي طابي إلى الأعلى initially the velocity بدها تكون إلى الأعلى، هي the velocity شو بده يصير فيها؟ بدها تصير تتناقص. هلا لا هي راجعة، هي قيمة بتزيد لكن هي في الواقع لكن as a velocity تتناقص أكثر. ليه؟ لأنه بتزداد سالبية. مش احنا بنحكي الفلوسيتي ايكوال في نوت ماينس اي جي تي لانه جي لتحت، فاذا مع الزمن المعادله بتفرجيك انه الفلوسيتي بتقل، وفعلا هي بتقل لكن بتقل بس كيف؟ انه تزداد سالبيه.